اهلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في برنامج اخبار هوليوود، البرنامج اللي نناقش فيه اخر اخبار الممثلين والممثلات والمسلسلات والافلام واي شيء له علاقه بهذا العالم. فعلى السريع وقبل ما نبدا، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم، واضغطوا على زر اللايك لو اعجبكم الفيديو. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها موجوده في صندوق الوصف. وغير كذا اربط لي حزامك، اربطي لي حزامك، ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. مثل ما كلكم عارفين يا جماعة، وصلت الأسبوع الماضي الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر House of the Dragon أو آلة التنين، والحلقة صارت حديث القنوات التلفزيونية والإذاعات والسوشيال ميديا، مقلوبة فوق تحت علشان هذا المسلسل والحلقة الأولى تبعه. الموسم الأول يا جماعة بعض أو أحد حلقاته وصلت ميزانيتها إلى 20 مليون دولار، واللي يفترض إنها أعلى ميزانية في هذا العالم. بعض الحلقات أو أحد الحلقات في مسلسل House of the Dragon وصلت ميزانيتها إلى 20 مليون دولار، رقم جدا ضخم. وقدرت الحلقة الأولى إنها تحقق عدد مشاهدات وصلت إلى 10 مليون مشاهدة في أمريكا فقط، اللي في إيجي بيست لحاله متوقع 30 و40 مليون. والأهم من هذا كله يا جماعة، الحلقة قدرت إنها تجيب تقييم 9 من 10 على موقع IMDB. عودا حميدا يا جورج آر آر مارتن، عودا حميدا يا عالم أغنية الجليد والنار. حماس. وبالحديث عن عالم أغنية الجليد والنار يا جماعة، يقول جورج آر آر مارتن إنه قاتل علشان مسلسل Game of Thrones بشكل جدا مجنون. كلام هذا زمان يعني. حاول إنه يخلي Game of Thrones يكون على الأقل 10 مواسم، ولو فيه إمكانية كان وده يخليه 12 أو 13 موسم. بس كلكم فاكرين الفوضى وقلة الحياة اللي صارت هذيك الأيام. ولكنه قال إنه هذا الكلام والفوضى ذيك انتهت تماما مع عودة مسلسل آلة التنين، لأنه مسلسل آلة التنين او مسلسل هاوس اوف ذا دراجون راح يكون تحت اشرافه مباشره، والمسخره اللي صارت في جيم اوف ثرونز ما راح تصير في هذا المسلسل باذن الله. بل انه جورج ار ار مارتن وضح انه عنده خطه جدا ضخمه لعالم اغنيه الجليد والنار، شبهها بخطه مشابهه لعالم مارفل وستار وورز، مش لسنه ولا لسنتين، خطه تمتد لسنوات طويله جدا، ومش بس لمسلسل هاوس اوف ذا دراجون، لعالم اغنيه الجليد والنار. كلام كبير ويجيب السعاده صراحه. الممثل جون يويغا يا جماعة يقول انه ما له اي نية انه يرجع لعالم ستار وورز، بل انه حرفيا قال I'm good، فيما معناه خلاص انه يعني ما هو مهتم في عالم ستار وورز ولا يبغى يرجع له. وانا اتوقع انه اذا طفر راح يرجع، واذا جاته فرصة مناسبة راح يرجع. سيبكم من I'm good، مين يقدر يقول لا لعالم ستار وورز؟ هو اوريدي كان فيه، ليش لا ما يرجع اذا كان في شيء مناسب؟ ويمكن يطلع من جد قد كلامه ما يرجع مهما كانت التحديات والمغريات. كينج كونج يا جماعة يحصل على مسلسل خاص فيه، وراح يعرض على منصة ديزني بلس. المسلسل إلى الآن ما زال قيد التطوير، ولكن هذا الخبر كان بمثابة قنبلة من السعادة لعشاق كينج كونج. ويشاع أنه أحداثه راح تركز على نشأة عالم كينج كونج وعلى الجزيرة تبعه. إيش لا يا ديزني، خطوة ممتازة، بس أهم شيء التنفيذ يكون ممتاز برضو. أوكي، انتشر قبل فترة يا جماعة فيديو على تيك توك لمجموعة رياضيين في بطولة الجيجيتسو. الفيديو انت تشوفه كذا في البداية تقول ليش بوم، وليش اللايكات كثير، ليش المشاهدات كثير، ايش فيه، شوية رياضيين قاعدين يتضاربوا يعني، ايش فيه. بس لو تركز في الفيديو، لو تقرأ الكلام اللي مكتوب على الفيديو، راح تتفاجأ انه الشخص اللي مشارك في هذه البطولة هو الممثل توم هاردي. ياب، توم هاردي. لا وكمان فاز ضد خصمه، دق خشمه دق. تقدرون تشوفون الفيديو موجود على اليوتيوب، ما هو سهل توم هاردي، انتبهوا ها. فاكرين قبل فترة يا جماعة يوم قلت لكم انه فيلم بات جيرل تم اجهاضه تماما، بالرغم من انه الشركة خسرت عليه حوالي 90 مليون دولار؟ هو قبل فترة كان فيه شوية امل انه ممكن شركة وارنر براذرز تعيد النظر في الموضوع، لانه فريق صناع الفيلم جدا جدا زعلانين انه فيلمهم تكنسل اللي تعبوا عليه. وغير كذا كان عندهم مجموعة كبيرة من الجمهور جالسة تدعمهم، بما فيهم المدير الكبير لمارفل كيفين فايجي. عموما قبل كم يوم دخلوا صناع الفيلم على السيرفر اللي محفوظة فيه مشاهد ولقطات فيلم بات جيرل، يعني اطمنوا عليها باقي موجودة ولا اتحذفت ولا ايش صار عليها. وتفاجأوا انه شركة وارنر براذرز مسويت لهم بلوك من السيرفر، ما يقدرون يدخلون، ما حد يقدر يشوف اللقطات والفيديوهات حق بات جيرل
ابدا. جميع المشاهد اللي تم تصويرها واللقطات اللي كانت معتمده كفيلم واللي كانت معتمده خلف كواليس ايا كان البطيخ صارت ممنوعه من العرض والاطلاع تماما. يعني الان نقدر نقول انه فيلم بات جيرل ذهب مع الريح وللابد تقريبا. اتمنى صراحه انه دي سي اتخذت القرار الصحيح تجاه هذا الفيلم وما يكونوا تسرعوا. وبالمناسبه يا جماعه وبالحديث عن وارنر براذرز، الشركه يا جماعه مطفره، اوكي مش مطفرين بالمعنى الحرفي، ولكن ما عاد صار عندهم فلوس هذه السنة، أو بالأصح الميزانية اللي حددوها في بداية السنة علشان يصرفوها على أفلامهم لهذه السنة ما عاد بقي منها إلا مبالغ بسيطة جدا. يا دوب بس المبالغ البسيطة هذه راح يقفلوا فيها أهم الأفلام اللي راح تنزل نهاية السنة هذه، أو بالتحديد فيلمين، فيلم بلاك آدم وفيلم دونت ووري دارلينج. خلاصة الكلام يا جماعة، الميزانية اللي باقيت لهم من هذه السنة يا دوبك خلاص ما عاد فيه. وبرضه انتشرت بعض الأخبار إنه وارنر براذرز عندهم مشاكل ضريبية مع مصلحة الضرائب ومن ذا الخرابيط، وهذا أحد الأسباب اللي خلتهم يكنسلوا فيلم بات جيرل. في كلام كثير غير رسمي، ولكن اتمنى انهم ايش يرجعوا يوقفوا على رجلينهم، لانه عندهم افلام كثيره منتظره نبغى نشوفها. الحلقة الثانية من مسلسل شي هولك وصلت، وللأمانة يا جماعة يبدو أنه ملامح المسلسل بدأت تبان، وأنا للأمانة ما زلت عند كلمتي بعد ما شفت الحلقة الثانية. لا والله المسلسل ما هو سيء، لو استمر على هذا المستوى راح نقدر نقول عنه جيد إلى حد كبير. وكمان ما زلت عند كلمتي، المؤثرات البصرية اللي رسموا فيها شي هولك جدا مضروبة. ما أدري كيف بقنع الناس بعد 10 سنوات أنه مسلسل شي هولك نزل سنة 2022. يا فضيحتي. عموما تم الإعلان عن عدد مشاهدات الحلقة الأولى من مسلسل شي هولك، ووصلت إلى حوالي 1.5 مليون مشاهد، واللي يعتبر رقم عادي جدا 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 في عالم المسلسلات. النجمة باربي فريرا ما راح تظهر في الجزء الجديد من مسلسل إيفوريا. أنا للأمانة ما تابعت مسلسل إيفوريا، بس يا جماعة ترى المسلسل هذا له جمهور كبير كبير جدا 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 في كل مكان. وعلى كلامهم، على كلام الناس اللي تابعوه، إنه مسلسل إيفوريا موجه للمراهقين. أنا ما أدري صراحة. عموما الممثلة باربي فريرا ما راح تظهر في هذا الموسم الجديد. أنا شفت الخبر قلت إيش الخبر العادي هذا، بس تفاجأت إنه الفانز قالبين الدنيا فوق تحت على هذا الخبر. التعليق، الريتويت، اللايكات، النشر، ايش فيه؟ ما ادري هم مبسوطين ولا زعلانين، ماني عارف. عدم عوده الممثله باربي فريرا الى الموسم الجديد من مسلسل ايفوريا قلب ام الدنيا بشكل سلبي بشكل ايجابي، ما عندي فكره، ما تابعت المسلسل. خمنوا يا جماعة مين اللي راح يرجع للساحة بعد طول غياب؟ أتوقع ولا واحد منكم راح يقدر يخمن. جريندايزر، يب جريندايزر يا جماعة راح يرجع للساحة مرة ثانية، وراح نرجع نشوفه من جديد، وبالشراكة بين مانجا للإنتاج وعدد من الشركاء اليابانيين العالميين. وللأمانة ما أدري متى بالضبط وكيف راح يرجع وشلون راح يرجع، ما زالت الأخبار محدودة حول هذا الموضوع، بس اللي أعرفه يا جماعة إنه في ذكريات كثيرة راح نسترجعها مع عودة هذا البطل الرهيب جريندايزر. والخبر اللي فجر ام السوشيال ميديا اليوم راح يكون خبر انضمام الممثل جيفري مورغان، الممثل الرهيب وصاحب الكاريزما المميزة، انضم بشكل رسمي الى الموسم الرابع من مسلسل ذا بويز. ياب سبب جديد يخليك تروح تتابع مسلسل ذا بويز وتتحمس للموسم الجديد اللي بينزل منه. ذا بويز، جيفري مورغان، يا سلام. خلاص احنا كذا أمورنا في السليم، نزلونا الموسم الرابع بس في أقرب فرصة. توفر فيلم الرعب والخيال نوب، يب الفيلم اسمه نوب، بجودات رقمية عالية، وتقدر الآن بعد ما تخلص هذا الفيديو وتحط لايك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات تروح تتابعه من الجوال من البي سي من الشاشة اللي يعجبه. الفيلم للأمانة يا جماعة مرعب بطريقة جدا مختلفة وغريبة. أوكي ما هو مرة مرعب، ولكن فيه لمسة رعب جدا مميزة ومختلفة. أنا تابعته للأمانة قبل كم يوم، ويب انصحكم انكم تتابعوه. وبالمناسبة الفيلم لنفس مخرج فيلم جيت اوت وفيلم اس، كلنا عارفين فيلم جيت اوت كيف مرة غريب ويلحس المخ، وكمان فيلم اس مرة مرعب ويجيب الهم. والمخرج هذا بشكل عام افلامه وافكاره كذا مرة غريبة وعجيبة، فجربوا تعطوا فيلم نوب فرصة يمكن يناسبكم. مسلسل أمبريلا أكاديمي يا جماعة تم تجديده رسميا إلى موسم رابع وأخير، ولكن إلى الآن ما في أي معلومات دقيقة عن موعد نزوله، يعني اعطوه كمان سنة سنة وشوية وممكن نشوفه بعدها ونودعه إلى الأبد. وآخر مستجدات أفلام دي سي القادمة سنة 2023، شازام الجزء الثاني رسميا قادم سنة 2023 في شهر مارس، وفيلم أكوامان الجزء الثاني رسميا برضه قادم سنة 2023 في شهر ديسمبر.
ورسميا يا جماعة الجزء الأخير من مسلسل Stranger Things تم الإعلان إنه راح يحتوي على عدد 8 حلقات فقط، وبعدها نودعه إلى الأبد. إلا لو نتفليكس كذا فجأة قررت وقالت لا كمان موسم كمان موسم كمان 2 كمان 3. وبالحديث عن نتفليكس يا جماعة، راح يتم عمل مشتق من اللعبة الشهيرة هورايزن. أنا للأمانة ما لعبت اللعبة، ولكن اللي أعرفه إنه هذه اللعبة لها شعبية وجمهور كبير جدا، فحبذا يا نتفليكس تتعاملوا مع المسلسل على هذا المبدأ، لا تجيبوا أم العيد فيه. جمهور اللعبة دي مرة كبير، لا تزعلوهم، أنت بتزعلوا الجمهور حق هورايزن. برضو يا جماعة رسميا راح يتم إعادة عرض فيلم أفاتار في صالات السينما. الجزء الأول راح يتم عرضه في السينما من جديد بجودات أعلى وتحسينات أفضل، بحيث يعني المشاهدين يستعدون لمشاهدة الجزء الثاني اللي بينزل نهاية هذه السنة. بس برضو إذا تبغوا نصيحتي، لا تروحوا تشوفوا في السينما ولا بطيخ. الجزء الأول من فيلم أفاتار نزلت له ملخص في قناتي مدته تقريبا 20 دقيقة أو أقل من 20 دقيقة، فصفصت فيه الفيلم من بدايته إلى نهايته وبأهم الأحداث وبشكل ملخص ولطيف ويست توعبه العاقل والمجنون. سيلفستر ستالون يا جماعة وزوجته جينيفر لافن، وبعد علاقة دامت 25 سنة تقدمت زوجته بطلب طلاق قبل فترة. بعد 25 سنة زواج؟ يقولون انه مخبي عليها بعض الاصول الزوجية اللي المفروض انها تكون مشتركة بينهم، فلوس يعني. المهم انه زوجته راحت وعملت له انفولو في مواقع التواصل الاجتماعي ومسوي دراما زي كذا. هو من ناحيته يعني سيلفستر ستالون رد عليها بطريقته الخاصة. الادمي كان عامل وشم على كتفه في صورة زوجته كذا مع ورود وازهار وحركات. المهم انه بعد البقعة ذي اللي صارت، راح واستبدل صورة زوجته بصورة كلب، شال صورة زوجته من الوشم وحط بدالها صورة كلب. اوتش، ليش كذا عمو سيلفستر؟ مؤدية شخصية ميليساندرا الشهيرة من عالم Game of Thrones طلعت في مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة كذا تلمح انه ودها يعني ودها ترجع الى عالم اغنية الجليد والنار، او بالتحديد مسلسل House of the Dragon، يعني بحكم انه عمر شخصيتها مئات السنين، ليش لا ما نشوفها في House of the Dragon وكمان نشوفها بعدين في Game of Thrones؟ بحالك ما اشوف Game of Thrones. انا عن نفسي ما ادري، ما قرأت الرواية ولا ادري كيف ظهور ذي الشخصية، ولكن ليش لا. شخصية ميليساندرا كانت من الشخصيات اللي ضايفة كثير لعالم Game of Thrones، فأتوقع أنها ممكن لو أنا ما أقول لكم أنها بترجع، لو رجعت بتكون حاجة مثيرة للاهتمام. طبعا هذا الكلام يظل مجرد هي تتمنى أنها ترجع، مش حاجة رسمية. وصل التريلر الرسمي لفيلم بونوكيو الحي من ديزني، واللي مثل ما قلت لكم يا جماعة انه نفس الانيميشن، ولكن هذه المرة بيكون حي وراح يكون من بطولة الممثل الكبير توم هانكس. ولو انك ما تعرف ايش قصة بونوكيو، هو يتكلم عن دمية خشبية صنعها احد الاشخاص، والدمية الخشبية هذه تنبض فيها الحياة وتصير تتكلم وتتحرك وتروح وتجي، واذا قالت كلام كذب خشمها يصير طويل. الفيلم هذا نزل انيميشن مرة زمان، ولكن ديزني يعني ضمن خطتها الجديدة والنايمة كل افلام الانيميشن قاعد تحول الى افلام for no good reason وبطريقة سيئة، بس ليش لا، ننتظر ونشوف. وختاما يا جماعة، قبل فترة نزل مسلسل على نتفليكس اسمه مو. يتكلم المسلسل عن شخص فلسطيني يحاول يستقر في أمريكا مع عائلته عن طريق اللجوء. مسلسل كوميدي ساخر ويعني في استهبال وكذا، ولكن بعد عرض المسلسل انقلبت السوشيال ميديا فوق تحت، أو بالأصح بسبب مشهد ظهر فيه الممثل مؤيد النفيعي. عموما يا جماعة، أنا صابني الفضول قلت يا أبويا خلينا أروح أشوف المسلسل هذا اللي قالب أم السوشيال ميديا، يمكن يطلع حلو. الناس استعجلوا في الحكم عليه بسبب مشهد، بالذات انه حلقاته كلها 8 حلقات وكل حلقة مدتها 20 دقيقة. ويؤسفني اقول لكم يا جماعة انه ما قدرت اكمل حلقتين على بعضها، لاني كذا وانا جالس اتابع قلت اي وجي ايش قاعد تسوي، ايش الهبل ذا اللي قاعد تفرج، وقفلت المسلسل ورحت فتحت بث وتفرجنا بليتش وانبسطنا. ودي اقول لكم جربوا تعطوا المسلسل فرصة، بس لا والله المسلسل مرة مضروب، ترى مرة مضروب، مو بس مشهد مؤيد النفيعي، المسلسل كله من اوله لين اخره فيه اشياء ما الأمة لازمة، فالافضل انكم تسحبوا عليه ما له اي 99 لازمة. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية شخبار هوليوود من هذا الأسبوع. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد والتويتش كلها موجودة في صندوق الوصف. معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.